كوكو البنات، هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم ان شاء الله سيدنا رمضان. بقى والو، يلا 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 بقى والو ان شاء الله يا ربي، الله يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا سيدي يا ربي. المهم غادي تقولوا شنو هادشي اللي راه موراكم هنا؟ عقلتوا داك النهار اللي مشيت في الليل، مشيت للمغازات وقلت لكم المهم مشينا قدنا واحد الغراض حتى يجي داك النهار، حيت دابا الا كنتو بينتو الشيخي ويني راجل، قلت له راجل بابا انا راجلي وداك الشيء، راه غادي يشوفوا الفيديو وحنا بغينا نديروا له سوربريز، حيت هو عزيز عليه الفلاحه وداك الشيء وعنده واحد الجريده كيدير فيها الغرس ديالو هكا، وكان تهرس له هاد نقولوا المحرات الكهربائي ولا شي حاجه. ايوا ومن تهرس له في هاد هادي جو سيمانات وكان يحاول انه يعدلوا له داك الشيء، مي ما بغاش يتعدل، ومشينا درنا له سوربريز. ياي جيسبيغ تعجبو، الا ما عجبتوش باسكو فريمون غالي، وان شاء الله يعجبو. اي فوالا هذا باش يبقى يحرت به، يبقى يصايب به داك الارض وداك الشيء باش ما يديرش الصابه ولا حيت راه صعيب وي صعيب على الصحه وداك الشيء. المهم غادي نشوفوا الا قدرت انا نصور لكم شي رده فعل ديالو، غادي نصورها لكم. ما قدرتش انا نصوركم رده الفعل، راكم عارفين غادي تكون باينه، غادي تكون رده فعل زوينه جيسبيغ. المهم دابا انا غادي عند عقوسه البنات، المهم نفس النهار اللي حطيت لكم فيه الفيديو نتاع البارح بعدا نيت، يلا حطيتو دابا راه 8 حطيتو، ورحنا غاديين دابا عند عقوستي. هذا هو النهار عيد الشغل بعدا نفس النهار. يلا ها البنات نخليكم حتى نمشيو عندها ان شاء الله، واذا كان شي جديد المهم انا غادي نصور لكم ان شاء الله. Purchase your tracks today. عشيوتنا هذه مريميطه بالكفته بالروز مع البطاطا والزيتون، كتجي يا سلام. صحه عشاكم، صحه وراحه. كوكو البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، نعاود نقول لكم عاد كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم هذا نهار واحد اخر، حيت البارح مشينا عند عقوستي ما كملت لكمش الصراحه، صراحة ما بغيتش نصور ردة الفعل ديالو بزاف وداكشي هكا، ولا نصورو ولا شي حاجة، مي صراحة فرح 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 بزاف، تلمون فرح، جبدها ركبها قال لكم راه دابا فداك الليل يمشي يجربها. ايوا الحمد لله داكشي اللي بغينا حنا بغينا نفرحوه، والحمد لله فرح بها، والله يخليكم والديكم، الله يخليكم اللي عزاز عليكم ان شاء الله يا ربي. صافي جيت باش نكمل لكم لا فيديو هنايا، غير باش نقول لكم ديروا الخير ونساوه، يعني هذا ماشي خير، هذا راه واجب، راه الاب ديالو. حنا كنا كاع ما باغيينش اننا نصور زعما يعني هذا الشيء ولا شي حاجه، حتى كيبقى بينو وبين الاب ديالو، ولكن قلنا اجيو علاش ما نعطيوش واحد الصوره زويونه ان الواحد يفاجئ شي واحد العزيز عليه، سواء والديه سواء خوتو سواء وليداتو سواء مرتو سواء شي واحد اللي عزيز عليه بزاف، الى كاع هادو متوفر عندهم الشروط انهم زعما موفر عندهم كلش وهكا، بلا ما يدير صدقه يصدقها على شي واحد وهكا. المهم هذاك بنادم اللي كياخذ ديك الهديه راه واخا شخطات هديه غير بسيطه، غير بسيطه بسيطه بزاف، ماشي شي حاجه كتقولي انا الواحد فكرني ان جاب لي ديك الحاجه، يعني غير داك التفكير انك فكرت في داك الشخص، غير مجرد تفكير راه بحال هديتو اغلى هديه، يعني فريمون والله الله يخليكم والديكم. وبزاف اللي سولتوني كيفاش نديرو نتعاملوا مع سوا الحامات سوا اللي كتسولوني كتقولوا لي عافاك عطينا افكار على العلاقه الزوجيه اللي تكون زوينه، اللي تكون علاقه مع عائله الزوج اللي تكون زوينه، اي حاجه البنات مبنيه على الاحترام، الاحترام ثم الاحترام ثم الكومينيكاسيون، التواصل التواصل، يعني عجباتك حاجه قولي ديك الحاجه عجبتني، ما عجباتكش قوليها تما، قولي ما عجبتنيش علاش، حيت دابا انت مثلا شي حاجه ما عجباتكش، مثلا شفتي شي حاجه ولا سمعتي شي حاجه وما عجباتكش، غادي تدخليها هنايا وتبقاي تفوتيها لقلبك تبقاي انت ما نعساش يومين ثلاث ايام، ولا كاين اللي كياخذها في قلبه افي، يعني هو كيعاود لديك القصه كيعاودها كيعاودها، يقدلو كان في ديك المرحله قال ديك الحاجه ما عجبتنيش،
يقتلو كان راه مرتاح من داك التأنيب الضمير وكان راه ارتاح من داك الشيء. دابا حنايا المشكله ديالنا ماشي ما ناخذوش عائله الزوج يعني غير هي، ناخذوها على الجميع، زعما اصحاباتك حبابك مثلا عائلتك حتى عائلتك انت يعني بعدا نيت تخطرت كيقولك شي واحد شي حاجه وكتبقى فيك ولكن ما كتبينيهاش، كتبقى ديك النغزه فيها في راسك انت عاودي تبقاي تعاوديها تبقاي تعاوديها حتى ما عاودتيهاش بفمك راك الداخل كتعاوديها، داروا لي داروا لي داروا لي ولا قالوا لي قالوا لي قالوا لي ولا عاودوا تفوتي ديك الحاجه اللي كتكون في الراس اون فوا كتبقى تعاود 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 كترسخ في القلب، يعني كترسخ ديك الكراهيه في القلب. يعني هذاك الشيء ان من الاول مثلا شي واحد قالك شي حاجه ولا سمعتي شي حاجه قولي علاش قلتي ديك الحاجه ولا ما عجبتنيش ديك الحاجه، يعني ديك الحاجه اللي قلتي لي ما عجبتنيش حرقتني ضايقتني ما هكايا ابخي، تقدر يكون واحد الكومينيكاسيون بيناتكم وتقد داك البنادم يشرح لك السبب علاش قال هكا ولا المهم ولا يقدي يقول لك سمحي لي كنت في حاله غضب ولا يعني ما كتعرفيش انت ديك الحاله اللي كان فيها داك الشخص باش قال ديك الهضره وانت غير كتسمعيها صافي اوتوماتيكمون صافي غير كتشديها انت يا صافي مخك كيبقى يخدم ومي كتوصل للقلب صافي كيوصل داك واحد النوع نتاع الكراهيه واحد النوع نتاع الحقد واحد النوع نتاع كتقول لا ما راه ما كتبغينيش لا راه هكا لا هكا، ولكن لو كان كانت لاباز مبنيه على التواصل وكان تواصلتوا وهضرتوا على ديك تناقشتوا على ديك الشيء في داك الوقت ما غاديش يكبر الموضوع ويوصل لهذا يعني لهاد الدرجه نتاع المشكل، وهو يعني قد شي مشكل اللي بسيط جدا. عاود يعني كما قلت لكم الاحترام احترام والتقدير احترام والتقدير. عاود حاجه اخرى الهدايا، قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا، يعني راه واخا تكون القيمه نتاع الهديه غير بسيطه راه كتكبر عندك الشخص الاخر. غير الضحكه الضحكه راه قال لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه، الابتسامه في وجه اخيك صدقه، يعني انا كي كتبتسمي لذاك الشخص كتضحكي معاه كتزعقي معاه راه بحال صدقتي عليه شي حاجه بحال هديتيه شي حاجه فريمون. يعني هاد النقطه كنركز عليها بزاف، وكيفاش تكونوا متفاهمين انت انت وراجلك، خص هو مين يشعل انت تبردي انت مين تشعلي هو يبرد، يعني داكشي راه عادي كيكونوا نقاشات عادي كيكونوا هضره منا هضره منا هضره منا، كتكون حاله نتاع الغضب كتكون ستريس نتاع الخدمه ستريس نتاع الدار، راه حتى حنا نصرا عندنا ستريس نتاع الدار، اشنو طيب الصباح من تفيق الصباح شنو طيبي في الغداء، تبقاي خدامه النهار كامل انت كطيبي الغداء وكتفكري شنو غديري للعشاء شنو غادي ديري للكوتي شنو غادي ديري للعشاء، من تنعسي ما نعرفش رطبت الحمص واش رطب العدس واش رطب اللوبيا واش رطب، يعني ديما انت خدامه انت ستريس واخا كتصف في الدار عندك ستريس، يعني كتبقاي خدامه شنو غادي ندير هذا النهار، عندي الحوايج خصهم يتصبروا عندي هذه خصها الاولاد المدرسه شنو غادي نطيب لهم باش يدو معاهم المدرسه، سيرتو هنايا اللي في لا كونتين وداكشي لا راه كياكلوهم الجيفه لا خصني ندير لهم الماكله، حتى في المغرب خصني نوجد لهم حتى هما كيتغداو في المدرسه ما كيرجعوش للدار، يعني الحياه اليوميه فيها ستريس فيها ستريس، بنادم غير شاعل خاصو غير معامل اي والله يهدينا وصافي فريمون، يعني بحال الراجل اللي جاي زعفان مش حاجه راه كاع كنديروها راه ماشي غير يمشي كننصحك انت يا صحابك انا راني بارفيت راني حتى انا كنديرها شخص حتى هو مين يجي شاعل كنقول حتى انا راني شاعله حتى انا عندي ستريس عندي ستريس نتاع لي فيديو عندي ستريس نتاع الخدمه نتاع الدار عندي ستريس بزاف، كتفكري بزاف د الحوايج ماشي غير جالسه في الدار صافي راكي ما دايره حتى شي حاجه جالسه في الدار، لا خاص الرجال يفهموا هاد النقطه ان المراه جالسه في الدار راه حتى هي عندها مسؤوليات هي عندها خدمات هي عندها ستريس ايوا صافي. المهم غير بغيت ندير لكم هاد الفيديو ونقول لكم تهادوا تحابوا صدقوا الا عندكم ما تصدقوا، هذا رمضان اللي جاي العواشر ديروا هديه هديه لباباكم هديه للام ديالكم هديه لخواتاتكم هديه لخوتكم لنساكم لرجالكم لوليداتكم، المهم بنادم يخلق هذا الجو نتاع الفرحه وداكشي فريمون. البارح ضحكنا بزاف عمي فرح بزاف وتلمو فرح بقى كيزعق وداكشي فريمون فات ليله زوينه وصافي، الله يخليهم لينا والله يخلي لكم حبابكم ويخلي لكم الله يخلي لنا والدينا اون جينيرال كامل ان شاء الله يا ربي. المهم غير يكون يمكن فيديو صغير المهم خفان زربان، نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم
بس واش ديروا لايك ونقول لكم عواشركم مباركه، دخل عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه وطول العمر. باش ما تمنيتو في حياتكم، نبغيكم خير ربي خير ربي خير ربي. نتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله اللي غادي يكون مفاجاه لكم. سلامه.